كأس مصر للمرة 39 في تاريخه. طبعا كابتن أسامة أكيد كاتب مباراة صعبة، صعبة جدا. وأعتقد ربما كان يعني مارسيل كولر كان عنده بعض الأفكار في الشوط الأول اللي صعبتها أكتر في وجهة نظري يعني. بس أكيد طبعا احنا عارفين المدير الفني بيبقى عنده بعض الأمور وعنده بعض المبادئ اللي بيبني عليها التشكيل، ساعات بتقاش المبادئ دي ظاهرة للإعلام أو الجمهور. يعني مش شرط أنت تبقى يعني مثلا احنا حساباتنا كلها بتبقى واقفة على الحسابات الفنية. التمرين ما نعرفش هو شاف التمرين لقبل الماتش ازاي، خلي بالك امام عاشور عرفنا من الكواليس كانت درجه حرارته مرتفعه مثلا 39 قبل المباراه واصر انه يلعب مثلا. ففي حاجات طبعا احنا ماشي، بس الفكره في حته دي احنا المباراه كانت طبعا كانت ماشيه على كذا سيناريو. اكيد نادي الزمالك كان عنده بعض نقط التفوق في الشوط الاول، طبعا اصابه زيزو اثرت عليهم كتير، لكن برضو كان عندهم مشاكل كبيره جدا جدا في نص الملعب، كان اساسها في وجهه نظري الشخصيه عبد الله السعيد. النادي الاهلي استفاد منها اعتقد وجهه نظري، بدايه كانت الشوط ده النادي الاهلي راح بفرصتين وكان في ركله جزاء صحيحه 100% لامام عاشور، اعتقد لو كانت اتحسبت كانت في الشوط الاول، في الشوط الاول دي تمنه. وانت عارف يا كابتن اسامه طبعا المباريات دي بالذات لما بيحصل فيها هدف مبكر تخلص ماتش قمه على طول، الفريق اللي بيخش فيه هدف بيتاثر نفسيا بشكل كبير جدا، ان هو بيبقى داخل المباراه كانه داخلها وهو مغلوب 1-0 يا محمد. يعني اوكي انا عجبني بقى التدارج في الشوط الثاني، اكيد الشكل الهجومي كان افضل، التحركات كانت افضل كمان بعد نزول مروان عطيه وقفشه، بصراحه ادوا خط وسط النادي الاهلي شكل مختلف تماما. وكمان فكره ان اللعيبه ما كانوش عايزين يوصلوا المباراه في وجهه نظري للاكسترا تايم كانت واضحه عند الاهلي، الاهلي كان عنده نزعه في الدقايق الاخيره من المباراه انه عايز يخلص. لان في وجهه نظري نادي الزمالك بدا يحس بحاجتين، بدا يحس طبعا بالجهد البدني اللي عليه خصوصا بعد، وطبعا ان زيزو بصراحه فرق كبير يعني فرق كتير قوي قوي معاهم في الشق الهجومي. فبداوا هم عايزين يروحوا للاكسترا تايم وعايزين يروحوا ليه ممكن كمان لركلات الترجيح زي قبل كده ما حسموا، اعتقد مباراه السوبر قدام ريني فايلر كانت برضو بنفس السيناريو ده. طب الـ 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 البعض راح وقال الزمالك كان شكله افضل، الزمالك كان عنده استحواذ، تتفق معايا في المقوله ان النهائيات اللي زي دي تكسب ولا تلعب؟ لا هو بدون شك، بس هو برضه نقطه مهمه عايزين نقولها. يعني من حق منظومه الزمالك انها تشوف فريقها افضل عن قبل كده، لان فعلا الزمالك أكيد. افضل عن قبل كده بكل امانه. انت كنت لكن الاهلي احنا بنتكلم على برضه امانه يا كابتن اسامه، احنا حاليا النادي الاهلي في فجوه في فجوه فنيه بقى لها فتره. يعني ما نقدرش نقول نادي الزمالك في اخر مثلا سنتين او ثلاث سنين في تنافسيه، احنا بنتكلم في كذا مباراه خلصوا 4-1 يعني في فرق ماتشات القمه، ما نقدرش نقول ان في تنافسيه ماشيه. كولر في 4 مباريات 11 هدف مثلا زي ايام فريرا مثلا. ايام فريرا لا كان الفريق الزمالك متوازن شويه، كان في يعني كان في اعتقد برضو الموسم اللي خدوا فيكم ان الزمالك خد فيه كونفدراليه كان في بعض التنافسيه. احنا بقى لنا حوالي 3 سنين التنافسيه في ماتشات القمه قل، فلما يحصل السيناريو ده اكيد جمهور الزمالك يقول لك احنا لعبنا احسن. طبيعي احسن بالنسبه لايه؟ للي فات. لكن النادي الاهلي انا في وجهه نظري يعني ممكن تقول لك لا احنا ما لعبناش ماتش قمه زي قبل كده. ايوه هي على حسب مين اللي بيتكلم. بس طبعا اكيد مبروك للنادي الاهلي، اكيد بطوله مستحقه وهارد لك نادي الزمالك. طيب عايز اروح للاستاذ محمد مصطفى اساله سؤال، بعد الاهلي وتتويجه ب 39 بطوله الاهلي بيحقق رقم غير مسبوق 150 بطوله والاكثر تتويجا على مستوى العالم في كل البطولات، اعرف ردك ولكن بعد الفاصل.